الحاجة النفسية للعطف، والحاجة النفسية عند البنت لسماع الثناء من الجنس الآخر، هذه حاجة تفوق الطعام والشراب واللباس بكثير. بنتك صغير عمرها 9 سنين و15 و17 و19، هذه إذا أنت ما دلعت أنت تحرمها من الغذاء. خلي بنتك تكون أعز إنسانة هي وعندك، خلي اللي يدلعها أنت، واللي يلعب لها بشعراتها أنت، واللي يمشط له شعره أنت، واللي يتغزل بعيونه أنت، واللي يتغزل بمشيته أنت. خليها تاخذ كل الحب من عندك أنت، خليها تحس أنه هي أحلى وحدة بالعالم بنتك، لأنه يمكن يجيها نصيب، يمكن يطلع زوجة أقسى إنسان بالعالم.